عبد الحكيم هو يا إسحاق، ما تغيرش. مين قالك ده؟ الدنيا بتغير أي حد يا ست دليدة. اسمع مني بس، هو زي ما هو عبد الحكيم، هو يمكن بقى أتقل شوية، أهدى شوية، بس الدماغ هي. أي نعم، أنا عرفته السنة اللي فاتت بس حبيته. حبيتيه؟ كأنك بتتكلمي بجد. ده احنا لسه على الأبواب، ناقص تقولي إني هموت نفسي عشانه. إيه شغل الأفلام الهندي ده؟ آه يا إسحاق حبيته، وبقول لك إيه، أنا مش من زمان إن أنا أحكي لك حبيته إمتى وإزاي. يا بختك يا حكيم، طول عمرك بختك عالي، وأنا اللي حظي نحس في كل حاجة. ليه بس يا حبيبي؟ ده أنت حظك زي الفل، ده أنت عندك واحدة ست مفيش حد زيها. عموما أنا جبته زي ما طلبتي، أنت ناوي على إيه عشان أبقى فاهم؟ أبدا، ناوي يعني أكبر حجم الاستثمار بتاعي. بفكر كده أخد فندق 3 نجوم في الغردقة. فندق في الغردقة؟ فكرة زينة والله. بس يا خسارة، عايزة تمويل. أيوة، ما تقولي كده من الصبح عمالة تلف وتدوري وتقولي بحبه وبفتكره، قول إنك أنت عاوزة فلوسه. طب وإيه يعني الفلوس اللي أنا هاخدها هو مش هياخدها تاني وفوقيها متبوسة؟ وبتقولي عبد الحكيم لسه ما اتغير شيء، امال انت تبقيها؟ ما انت زي ما انت، طول عمرك تحب الفلوس وتجري وراها زي الرهوان. وبعد هالك يا كريم، فلوس ايه دي اللي تزعلك وتخليك تعملي في نفسك ده؟ طز في الفلوس. انا مش زعلانه على الفلوس يا عبد الله، انا خايفه لان اتبهدل على اخر الزمن. ان شاء الله ما نتبهدلش، وربك يستر. ولعلمك انا اقدر اقف واشتغل زي الاول واحسن كمان. عارفه، بس طمني وقول لي ناوي تعمل ايه. والله يا كريم لحد دلوقك ما في حاجه في دماغي، انما الحاجه اللي انا متاكد منها ان ربك ان شاء الله هيعدلها. احنا ياما مر علينا وعدينا الحمد لله. ربنا كريم. طب والبنات يا عبد الله؟ البنات هيحصل لهم ايه؟ البنات عاد ابو سعدك يا كريم، ما تشيلنيش هم فوق همي. أنا كل طلب منك إنك تاخد بالك من نفسك، وإن شاء الله الحكاية هتبقى زين. إن شاء الله. قولي عملت إيه مع عبد الحكيم؟ وقابلك إزاي؟ عبد الحكيم ما كانش موجود هناك. نعم يا أخويا، نعم يا سي عبد الله، يعني إيه ما كانش هناك؟ تلاقيه قابلك مقابلة زي الزفت، والعقربة مراته اديت لك كلمتين سم في جنابك وهي واقفة جنبه، صح ولا أنا غلطانة؟ على اليمين ما كان هناك يا كريم، الوحيد اللي كان هناك مروان والد، والحقيقة الواد قابلني مقابلة كويسة قوي. صدق يا عبد الله، عيلتكوا دي كلها ما فيهاش غير مروان. الحقيقة هو واد ابن حلال، أنت عارف إن الواد ده كان نفسه يخلص كل حاجة وأنا هناك، بس يعمل إيه؟ الحكاية كلها في يد عبد الحكيم. بقول لك ايه يا عبد الله، انا عارفه يا حبيبي اني ساعات كلامي بيبقى تقيل على قلبك كده، بس اسمع اللي هقوله لك ده كويس. انا عايزاك لما تقابل عبد الحكيم اخوك تحط عينك في عينه كده وتوقف ملك نفسك، ما تبقاش طيب زي ما انت كده، وتقول له يا عبد الحكيم يا اخويا، هو انا عمري طلبت منك حاجه ولا سالتك ليا ايه ولا عليك ايه؟ يا راجل اللي انت بتطلبه ده ما يجيش حاجه، ما بصليش. انت لو حسبته صح هيبقى لك قد اللي بتطلبه ده مليون مره. لعلمك بقى، لو اخوك ده كان كل شهر بيدينا سحتوت ما كناش وقعنا في المصيبه اللي احنا فيها دي، وعبد الحكيم هو سبب اللي انت فيه. يا وليه حرام عليك؟ لا مش حرام يا عبد الله، ما هو لو كان اداك حقك ونصيبك بما يرضي الله ما كنتش وقعت في شويه النصابين وبقيت في الحال اللي انت فيه ده دلوقتي. خد رايح فين يا عبد الله؟ رايح المكتب يا كريمه. مالك؟ ما ماليش، حقك عليا يا عبد الله، ما تزعلش مني. اصل انا عايزاك تبقى جامد كده، وما تقولش ده اخويا الكبير وده عرف وتقاليد، وابويا الله يرحمه كان خايف الارض تتباع وتتقسم والفلوس تروح كده وتيجي كده. يعني هو لو عايز يوصل لك كان وصل لك يا عبد الله. ايوه ما تبصليش كده، يعني انت عايز تفهمني
عبد الحكيم بجلالة قدره محوش غير رقم تليفون واحد؟ لا يا عبد الله، معاه طبعا، بس هما مش عايزين يسألوا فينا. عبد الحكيم عشان تعرف انك كنت ظالمه. ايوه عبد الحكيم يا اخويا، كيف معقول انت من القاهره؟ طب اشوف خلاص، ما بقول له بقول. طب اعمل حسابك ان انت تيجي تتغدى معايا انا والبنات، حنستناك. الولاد هيفرحوا اول ما تيجي تزورنا. خلاص حستناك يا عبد الحكيم. جاي طبعا. مالك يا بنتي مكشره ليه كده؟ ما تفكيها بقى. بقول لك فلسنا يا عزت، فلسنا. ماشي، ما انت قلتيها قبل كده وانا قلت لك سمعت عادي، يعني ايه المشكله؟ انت هتجنني؟ هو ايه ده اللي عادي يا حبيبه قلبي؟ تقولي لي اكره ايه في حياتي؟ اقول لك رد فعل الستات بيبقى اوفر قوي. يعني مش معنى ان باباكي بيعدي بازمه يبقى الدنيا خربت. حبيبتي رجال الاعمال زي باباكي دول بيبقوا دايما عندهم حل بس مستخبي. ممكن بقى تفهمني بالراحه كده؟ لان انا حاسه كده ان احنا داخلين على مصيبه. اقول لك انا، باباكي مش قليل في السوق، باباكي له اسمه وعايش بسمعته، يعني ممكن يقوم الشركه تاني من غير ولا مليم، بسمعته بس. وبعدين بس هو تلاقيه متخبط شويه والدنيا مقلوبه في دماغه عشان في بدايه الازمه. انا بحس كده وانا بسمعك ان انا بتفرج على برنامج في التلفزيون مثلا. انت بتريقي يعني؟ على فكره انا بتكلم صح. عزت انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انا عارفه يعني ان هو سؤال اهبل وساذج، بس هساله لك بقى وامر لله. ما بتخلص يا شهد. عزت هو انت بتحبني بجد يعني، ولا علشان بابا غني؟ قصدي يعني كان غني. عشان بحب فلوس ابوك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا بنتي اللي انت بتقوليه ده؟ وانا احبك عشان فلوس ابوك يا عبيطه؟ انت شحات يا ابني اصلا. ماشي شحات شحات، تقصدي تقولي ان انا لسه في بدايه الطريق. وبعدين دوري على باباكي قبل ما يكون مليونير كان ايه؟ عشان تعرفي بقى ان عزت جاي وجاي بشده وله مستقبل جامد كمان. اضحكي اضحكي. ضحكتني والله العظيم، بس كلامك منطقي فعلا. يلا انا همشي بقى. ايه ده ايه ده ايه الاسلوب؟ اقعدي يا بنتي، وانا لسه خلصت كلامي عشان تمشي. بصراحه كده يا عزت انا متلخبطه كده ومش مركزه، واي كلام هتقولهولي هبقى بسمعه وخلاص. انا بصراحه مش هرتاح كده ويهدالي بال الا لما اشوف بابا كويس وماما كمان بقت كويسه، والحوار بقى اللي احنا اتسحلنا فيه ده خلص وانتهى. ماشي اطلب الشيب ونمشي سوا. كنت فين يا اللي تشك في قلبك؟ روحت. وتروحي كيف قبل ما تخلص اللي قلت لك عليه؟ كنت تعبانه. اعمل ايه يعني؟ اموت نفسي؟ بترد عليا كلمه بكلمتني يا بت؟ وعزه جلاله الله كنت هموت يا ست جبريه، وانا يعني جبل شغل ليل ونهار. روح روح يا مقصه، حسابي معاكي بعدين. امشي عدل يا بت.